فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: ما التفصيل في مسألة الحوالات الأجنبية التي يقوم بها الوافدون إلى بلادهم؟ وهل يجوز التحويل بالطريقة المعروفة اضطرارا لهذه الحال، حيث إن الضرورات يقول تبيح المحظورات؟ هذا سؤال عام، ما حددت الحوالة اللي تريد طريقتها وكيف هي، حدد. نعم، الحوالة في الأصل جائزة ولها شروط، إذا اتفقت شروطها جازت، أما إذا اختلفت شروطها لا. وأنت حدد النوع الذي تريده وينظر فيه هل هو جائز ولا غير جائز. نعم.